الله، الهزيمة بشرف، أقرب من هزيمة فيها خير. ماذا يعني صلاح الدين بالنسبة لك يا منى؟ القيمة. مش واحد بيدور على الحرب قد ما هو بيحارب عشان القيم والتقاليد والأخلاق اللي احنا بنحارب دلوقتي عشان نرجعها تاني. تمام. ويرجع مش الإنسان المصري، الإنسان العربي بقيمه وجماله، وكما وصفه جمال حمدان في كتابه في وصف مصر، القيم الجميلة والنبل الجميل، مش الفهلوة وزمن الفهلوة. هو هيرو يعني، هو يعني حد مش ممكن تتخيل انه ممكن يبقى موجود في التاريخ بتاعنا دلوقتي يعني. هو نتمنى ان هو يبقى موجود، ونتمنى ان يكون في حد عنده القيم دي بينفذها على ارض الواقع، مش بس شايلها. الشعب كله شايل احاسيس كتير قوي وشايل حاجات كتير جدا، بس هو تحس ان هو اضعف الايمان، مش قادر يطلع حتى منه يعني. كلنا نفسنا نقوم. انا من صغري لغايه ما كبرت وانا حاسس انه لو في اي سلاح جديد بيطلع اروح اسرائيل واضرب علشان ارجع ارضنا وارض فلسطين. اروح انسان مش انفيزبل، مش شايف عشان اروح محدش يشوفني، عشان اروح اموت ده واموت ده واموت كل الناس اللي غير حقانيه، الناس اللي واخده حقوق الناس. هذا ما يصنعه الفن وقيمه الفن.